انت في ناس مثلا مثل الجمهور عبد المجيد عبد الله منقسم يعني. نعم. مثلا لما بنتكلم عن حاله عبد المجيد حاله فنيه يعني تستحق الحقيقه الدراسه، لانه انت تتكلم عن فنان متدفق متجدد. في ناس من جمهور عبد المجيد يقول يا اخوي نبغى عبد المجيد الاول، وفينا ويقول لك عبد المجيد نسانا تركنا لمن نذهب، وفي ناس لا مبسوطين. يعني انت ايش رايك؟ انت معي راي والله. يعني انا دائما اشوف الـ يعني اعمل زوم اوت لاي موضوع، يعني ما تلقاني اكون عاطفي فيه جدا يعني، فشوف الاطار الكبير. لو اخذناها من ناحيه الاستاذ عبد المجيد عبد الله، ويعني هو خير من يتكلم عن نفسه يعني، ولكن هذه رؤيتي الخاصه. الاستاذ عبد المجيد يعني واكب الاجيال. فالان الجيل الشباب يحب عبد المجيد بشكل كبير، ومرتبط بوقتهم وذكرياتهم وحالاتهم العاطفيه الحاليه. جيل التسعينات برضو مرتبط بذكريات عبد المجيد مع الملحن صالح الشهري رحمه الله عليه، الفتره الحلوه ذيك، والشاعر مساعد الرشيدي رحمه الله عليه، اللي قبلهم في الثمانينات ارتبطوا مع خالد الشيخ الله يمسيه بالخير. فتره عبد المجيد مع خالد الشيخ كانت طبعا طاير الاشجان وابو شبايب، فتره رائعه يعني. ذاك الوقت قبلها برضو مع سامي حسان رحمة الله عليه طبعاً، الموسيقار الكبير. فأنا أشوف أنه كل جيل مرتبط مع عبد المجيد بذكريات. فمهما مثلاً لو زعلنا من عبد المجيد أنه تغير علينا، له مكان في أنفسنا. جميل جداً.